تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل الأخبار. ومشهد اليوم يتجه إلى عدد من العواصم الأوروبية التي حصلت حكومتها على تفويض من برلماناتها بالمشاركة في عملية ضرب تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، والتي كانت آخرها منذ قليل بموافقة البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة وغير متوقعة على قرار الحكومة الألمانية بالمشاركة بأكثر من 1000 جندي في هذه الحرب على تنظيم داعش، فيما يعد أكبر عدد للجنود الألمان يشارك خارج البلاد بعد دولة أفغانستان. أيضا سبقتها لندن التي حصلت حكومة ديفيد كاميرون فيها على موافقة مجلس العموم البريطاني أيضا بأغلبية كبيرة بعد انضمام عدد كبير من نواب حزب العمال المعارض إلى حزب ديفيد كاميرون المحافظ للموافقة أو لإعطاء الكارت الأخضر للحكومة البريطانية التي لم تكذب خبرا، ويعني شاركت بعدد كبير من طائراتها وبعض البوارج في هذه الحرب التي يبدو أنها بدأت تأخذ منحا جدي، خاصة بعد المأزق الذي وقعت فيه الحكومات الأوروبية جراء هذا العدد الكبير من ملايين اللاجئين الذين خرجوا خارج سوريا هربا من هذه الحرب الطاحنة. منذ قليل أيضا سمعنا جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في اليونان يعلن من وجود بشار الأسد في سوريا، ولكن لابد من تحديد موعد رحيله من الآن، ولكن لا مانع من وجوده في الوقت الحالي حتى يتم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي. بالطبع هذه المواقف الأوروبية ستكون محور نقاشنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج المشهد مع ضيفنا الدكتور محمد ماهر قابيل، عضو الجمعية العلمية لتحليل السياسات. مرحبا بك. أهلا وسهلا. اسمح لنا دكتور محمد أن نتابع معا، واسمحوا لنا مشاهدينا أن تتابعوا معنا هذا التقرير حول هذا الموضوع في الحلقة. كونوا معنا. بعد ساعات على مصادقة مجلس العموم البريطاني لتوسيع نطاق الغارات الجوية على أهداف تنظيم داعش الإرهابي في العراق لتشمل سوريا، تمكنت بريطانيا من التحرك سريعا بشن أولى غاراتها الجوية على حقول نفط يسيطر عليها تنظيم داعش شرق سوريا. من جانبه شدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد للبريطاني في سوريا بعد اعتداءات باريس التي استهدفت بلدا حليفا وصديقا على حد قوله. يأتي التحرك البريطاني استجابة لنداء التضامن الذي وجهه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولان إلى الأوروبيين في 16 من نوفمبر المنصرم. وتواترت ردود الفعل الغربية المرحبة بشأن تلك الخطوة، فقد أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتصويت البرلمان البريطاني في سوريا ضد تنظيم داعش الإرهابي. من الواضح أن الولايات المتحدة كانت تنتظر بفارغ الصبر انضمام القوات الجوية البريطانية إلى العملية، بينما رحبت فرنسا أيضا بقيام بريطانيا بأولى وعلى الرغم من انتقادات الكرملين بعدم وجود أساس قانوني لتنفيذ أولى الضربات البريطانية ضد داعش في سوريا، إلا أنه لم يجد سوى الترحيب أيضا بتلك الخطوة التي تهدف إلى توسيع دائرة التحالف ضد الإرهاب. وعلى عكس الغرب، تعتبر موسكو أن حملتها الجوية في سوريا شرعية، إذ أنها جاءت بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد لدعم العمليات البرية لقواته. ويرى خبراء أن انضمام بريطانيا إلى حملة الضربات الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا لن يحقق فارقا كبيرا على الصعيد العملي، وتساءلوا حول فعالية الغارات من الأساس، علما أن البريطانيين لديهم دفاعات أضعف بكثير من الفرنسيين.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة الدكتور محمد ماهر قابيل، عضو الجمعية العلمية لتحليل السياسات. مرحبا بك دكتور ماهر. وفيما يبدو أن الحرب اتسع نطاقها لتضم العديد من الدول الأوروبية بعد أن توسم البعض أن روسيا بدأت تفرض سيطرتها على المنطقة وعلى شرق المتوسط لتحدث نوعا من التوازن. الآن الكريملين الروسي يرحب بمشاركة الغرب في هذه الحرب، تفسيرك؟ هناك مفاهيم دخلت سجلات التاريخ ولن تعود إلى أرض الواقعية السياسية مرة أخرى، مثل مفهوم الدولة الحارس، أي الدولة التي لا تتدخل في الاقتصاد وإنما تقنع بالوظيفة الأمنية في الداخل والخارج، يعني تحمي البلد من الخارج بالجيش وتحمي البلد في الداخل بالبوليس لكن ما لهاش دعوة بالاقتصاد. هذا المفهوم دخل سجلات التاريخ ولن يعود مرة أخرى إلى أرض الواقعية السياسية. كل دولة في العالم لابد أن تتدخل بدرجة أو بأخرى في الاقتصاد، بصرف النظر عن الأطروحات الأيديولوجية أو الاشتراكية أو غير ذلك، لازم الدولة تتدخل في الاقتصاد. فالذي يتحدث عن الدولة الحارس يعيش في وهم الماضي. أيضا من المفاهيم اللي دخلت سجلات التاريخ ولن تعود إلى أرض الواقعية السياسية الأحادية المطلقة في الاتصال الجماهيري. اللي عنده قناة فضائية أو وسيلة اتصال جماهيري وعايش لسه في ماضي الأحادية المطلقة ما بيضحكش إلا على نفسه، لأن التطور التكنولوجي قضى على الأحادية المطلقة. ولما تعمل أحادية مطلقة في قناتك الفضائية هتلاقي القنوات الأخرى بتقدم الوجوه الأخرى للحقيقة، وبالتالي أنت بتضحكش إلا على نفسك. أيضا من المفاهيم اللي دخلت سجلات التاريخ ولن تعود إلى أرض الواقعية السياسية مرة أخرى ما يسمونه النقي بالنفس. مفيش حد دلوقتي يقدر ينقى بنفسه عما يحدث في العالم. العالم تحول إلى قرية واحدة، ليست فقط قرية اتصالية واحدة بفعل تطور وسائل الاتصال، ولكن أيضا قرية سياسية واستراتيجية ولكن واحدة. ولكن هناك نموذج واضح في المنطقة العربية، واضح أن جميع الدول العربية التي اتفقت منذ عدة شهور على تكوين قوة عربية مشتركة لمكافحة هذا التنظيم والتنظيمات الأخرى التي تهدد بالأساس منطقتنا، يبدو أن هذا الموضوع المشروع غيب أو هو غائب في ظل دول يعني فيما يبدو أنها لا تدري مدى الخطر أو حجم الخطر الذي يحيط بها. خطر محدق بالجميع. لما تسمع صوت في لبنان يقول لك عايزين ننقى بنفسنا عما يحدث في سوريا، ده مش عايش في الدنيا. لبنان لا يمكن ينقى بنفسه عما يحدث في سوريا. يعني إذا نظرنا إلى الوضع اللبناني يعني لبنان هذه دولة ضعيفة لا تستطيع، يعني حتى إذا تدخلت في الوضع في سوريا فستورط نفسها. أنا أتحدث عن قوة عربية مشتركة، قيل إنها سيتم تكوينها من عدة دول رئيسية في المنطقة تحديدا لمقاومة هذا التنظيم. الآن نرى الدول الأوروبية والولايات المتحدة تدفعها بقوة مع روسيا لمقاومة هذا التنظيم في ظل تقريبا هذا الموضوع تم إغفاله تماما بين الدول العربية. كيف تفسر؟ لأن الجميع في سفينة واحدة، وخطر الجريمة السياسية كما ترى بالفعل يمتد إلى فرنسا، يمتد إلى الولايات المتحدة، يمتد إلى بريطانيا. لا ينجو بلد في العالم من خطر الجريمة السياسية، بالتالي لابد أن يتضافر الجميع من موقع المسؤولية السياسية عن الذات قبل الغير إلى مواجهة الخطر. يعني ما جيش في سفينة بتغرق قول وأنا مالي، أنا في السفينة دي ولو غرقت أنا هغرق معاها. فلازم السفينة لما تتعرض لخطر، لما تتعرض لثقب فيها ولا لرصاص اتضرب عليها، كل ركاب السفينة يتضافرون معا لحمايتها من الغرق، والعالم أصبح سفينة واحدة. فالذين كانوا يتصورون أنهم يمكن أن يستعملوا منظمة من منظمات الجريمة السياسية لضرب الدولة السورية وهم يظلون بمنأى عن خطر تلك المنظمة، أثبتت الخبرة الواقعية أن لا أحد ينجو من خطر الجريمة السياسية، وأن الذي يستعمل منظمة من منظمات الجريمة السياسية ويمولها ويسلحها لضرب دولة معينة مثل الدولة السورية سيرتد إليه هذا الخطر. يعني شوف كان طيب زمان يعني إذا قلنا يعني إذا استسلمنا لنظرية أن هذه الدول الغربية قد كونت بنفسها كما كونت القاعدة، كونت تنظيم داعش، والآن هي
تتجه بجيوشها وبطائراتها وببوارجها وحاملات طائراتها إلى المنطقة ادعاء أنها ستقاوم أو لتهزم هذا التنظيم. ألا يعني يدفع هذا دول المنطقة إلى الالتفات إلى هذا الأمر وتحليله بشكل ما؟ منظمة داعش رفع لافتة إسلامية وتدعي أنها تمثل الهوية الإسلامية. نعم. بس ما بتحاربش بالسيوف والرماح. منظمة داعش بتحارب بأسلحة متطورة. من الذي يمدها بتلك الأسلحة؟ من الذي يمولها؟ من الذي ساعدها على أن تستفحل إلى هذا الحد وأن تحتل مساحة؟ يعني هذا ما قلته أنت أن هذا من المؤكد أن هناك دول متقدمة ومنها أوروبية، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع الدول الأوروبية في تركيا، قال إن بين الدول المجتمعة معنا من يسالم دول منظمات الجريمة السياسية والعصابات. أنا أتحدث إذا كانت هذه الدول قد كونت بشكل ما وبطريقة غير مباشرة هذه الجماعة وأطلقتها في المنطقة العربية في اتجاه معين. الآن هذه الدول تكمل ما يمكن أن نسميه أيضا تمثيلية أيضا. نعم. بخروجها بجيوشها إلى سوريا وإلى المنطقة. نعم. لغرض ما، ألا يدفع هذا دول المنطقة إلى التجمع والالتفاف والالتفات وتحليل هذا الأمر، لأن شيئا ما فيما يبدو أنه يدبر للمنطقة من قبل هذه الدول التي نتهمها. نعم. بدعم هذا الإرهاب. نعم، لكن بعض الأطراف يسيء تقدير الموقف، بمعنى أنه يتصور أن من الممكن أن يساند منظمة من منظمات الجريمة السياسية بالتمويل، بالتسليح، بالتدريب، بالتشجيع، بالتأييد الاتصالي الجماهيري، بالتأييد الدعائي، وتصور أن تلك المنظمة ستحقق له الغرض الذي يراه في الأجل القصير بالقضاء على الدولة السورية، بقطع خطوط الإمداد عن المقاومة اللبنانية، بضرب دولة معينة أو الإساءة إلى دولة يراها خصما له، ضرب إيران في خاصرتها الجنوبية أو ما شكل ذلك، ويغفل عن أن هذا الخطر سيرتد إليه. يعني ده تعرف دي زمان كان بعض الأثرياء في الريف يأجر بلطجي مجرم وعارف أنه مجرم ويموله ويديله فلوس عشان يشتري سلاح ويستعمله، عشان ثم يفاجأ، وهذا كان يحدث كثيرا، ان هذا البلطجي ارتد اليه ونفذ كم عمليه وبعد كده قال الله طب الراجل اللي بيشغلني ده، طب ما انا ابتزه واسرقه، وما هو مجرم بطبيعته. يعني هو مش صاحب مبدأ، يعني عشان هيفضل مخلص لسيده الى ما لا نهايه، هو بينفذ له كم عمليه ثم يرتد اليه، وده حصل كتير في الـ طيب الآن وقد غيب أو غيبت الجيوش العربية صاحبة القضية في المنطقة عن سوريا، والآن الحرب بين هذا البلطجي وهذا الممول. نعم. أو الحرب المدعاة بقى داخل سوريا، كيف تتصور مستقبل الوضع السوري في هذا الإطار؟ هل ستنجح تلك الدول في القضاء على تنظيم داعش الذي بدأت يعني يتضح لها أنها بلطجي وقد ارتد سحره عليها؟ المشكلة في وجود أطراف إقليمية تتحالف مع منظمات الجريمة السياسية وما زالت تستعملها لتحقيق أهداف معينة. هذه المنظمات تقدم المساندة اللوجستية لمنظمات الجريمة السياسية، تسهل تهريب السلاح إلى تلك المنظمات، تسهل إمداد تلك المنظمات بالسلاح عن طريق الجو، تيجي طائرات تسقط أسلحة في مواقع معينة لتلك المنظمات، وهي ترى أنها تحقق بذلك أهدافها في ضرب دولة مثل سوريا أو في ضرب معسكر المقاومة الذي يضم الجمهورية الإسلامية في إيران والدولة السورية وحزب الله. هي بذلك تتصور أنها تحقق أجندة خاصة بها، لكنها تغفل عن أن مساندة تلك العصابات المسلحة سترتد إليها. أيضا بعض الأطراف العالمية الإمبريالية العالمية لاسيما الولايات المتحدة تقوم بدور مزدوج وتظهر العداء لتلك المنظمات وتقدم لها درجة أو أخرى من درجات المساندة من وراء الستار. فبالتالي المنطقة ضحية لتلك الازدواجية وضحية لتلك الأجندات الخاصة التي يتصور أصحابها أنهم يحققون أهدافهم
عن طريق ذلك الوسيط بدلا من أن يتورطوا بجيوشهم في مواجهة مع بلد يرون في نظامه عدوا لهم. فنحن في المنطقة ضحية تلك الازدواجية وضحية تلك الرؤية قصيرة النظر. طيب تعال نتجه إلى لندن، حيث تمت الموافقة قبل يومين تقريبا على قرار المشاركة في الحرب من قبل مجلس العموم. انضم إلينا السيد عبد الوهاب بدر خان المحلل السياسي من لندن. السيد بدر خان، كيف تنظر إلى نجاح ديفيد كاميرون في إقناع مجلس العموم البريطاني بعد 10 ساعات من النقاشات الحادة في المشاركة في هذه الحرب، والرأي العام البريطاني متحفظ جدا على هذه الحرب، كيف تعتقد أنه نجح في إقناعهم بالمشاركة في تلك الحرب؟ الواقع أن الرأي العام كان منقسما حول هذا القرار، لأن هناك مرارات كثيرة يشعر بها منذ تدخل في العراق عام 2003 وما نتج عن هذه الحرب من كوارث داخل العراق وأيضا داخل بريطانيا بسبب الانقسام الذي كان كبيرا أيضا حول القرار الذي اتخذه توني بلير. لذلك كان ديفيد كاميرون هذه المرة حساسا جدا إلى الحصول على، خاصة أن توني بلير قد أعلن أيضا منذ عدة أشهر أنه فيما يبدو أنه كان قرارا خاطئا بالمشاركة في الحرب على العراق. يعني هو لم يعتذر بعد كما يتوقع منه، ولكن هناك تقرير للجنة التحقيق في ينتظر الظهور، لكن هو تقرير حساس لأنه سيكون لأول مرة رئيس وزراء في بريطانيا يلام على قرار من هذا النوع، وبريطانيا طبعا متمسكة بأن يكون لها دور دولي وحضور دولي، وبالتالي هذا القرار الذي اتخذه رئيس وزراء وإذا كان هناك إدانة له فهي مسألة ليست عادية وستكون بالعكس من المرة الأولى تحصل. لذلك أقول أن ديفيد كاميرون كان يعني حساسا وأصر على الحصول على تصويت واضح في مجلس العموم، ولكن طبعا في النقاش برزت الاعتراضات وهي اعتراضات موجودة في الرأي العام وحتى موجودة لدى المعارضين عموما للتدخل في الخارج. لما هذه المرة تأثر الرأي العام كثيرا بالعمليات الإرهابية التي حصلت في شوارع باريس وأيضا بالأنباء التي بثتها الحكومة أكثر من مرة بأن هناك إحباط لعمليات كان يمكن أن تحصل في بريطانيا، فضلا عن أن مسألة تدفق اللاجئين بشكل كثيف إلى أوروبا أثارت المخاوف ليس فقط بالنسبة إلى زيادة أعداد المهاجرين في المجتمعات الأوروبية وإنما أيضا لخطر اندساس إرهابيين في صفوف هؤلاء، وهذه مسألة لم تحسم بعد ولا تزال فعلا يعني قيد النظر سواء من الأجهزة المهاجرين لأنهم مشتبهين أو لأن هناك من اعتقد أو أعطى معلومة بأن هناك أشخاص مشتبه بها، إنما الذي تفوق هذه المرة أن هناك أولا تحالف دولي موجود، لا يمكن لبريطانيا تقليديا أن تكون بعيدة عنه لأن الخطر لم يعد مستبعدا عن الداخل البريطاني، وأيضا لأن يعني هناك إمكانية للمساهمة في حل لندن بموافقتها على يعني الحرب على تنظيم داعش تضع نفسها في أتون حرب فيما يبدو أن التنظيم يشنها على كل من يشارك ضده في سوريا أو في العراق كما رأينا باريس. هل هناك مخاوف من أن
من عمليات مشابهة لعمليات باريس أن تشن من قبل التنظيم في لندن؟ بطبيعة الحال يعني هذا الخطر موجود وقد أثير أيضا في المناقشات، ولذلك هناك من طالب مثلا بتكثيف أو بتعزيز الأمن الداخلي بدل الذهاب إلى سوريا أو إلى طرابلس. يتخوف أيضا شريحة من البريطانيين أن يعني تتم عسكرة الحياة في ظل في دولة هي الأكثر حرية على الصعيد الأوروبي وهي الأكثر أريحية في التعامل مع المهاجرين. انظر عمليا جرى التعامل مع القوانين وتشديد الإجراءات ووضع أوصاف معينة من الجاليات المسلمة تحت الرقابة والتنصت عن يعني الحياة تجري في بريطانيا كالعادة عمليا. يعني هناك فقط بيئات معينة نخرها التطرف أو نخرها الأدلجة الدينية الموجهة نحو الجهادية المسلحة، وهذه الأوساط طبعا لا تزال تحت النظر، وأعتقد أنها هامشية لم تؤثر لا على حياة المسلمين ولا على حياة العرب. تفضل. يعني أقول نوعية الحياة في بريطانيا لم تتغير. لم تتغير. طيب سيد عبد الوهاب، وحتى لا يتداركنا الوقت قبل أن نسألك هذا السؤال حول يعني نظرية المؤامرة التي تطلقها دائما الدول المنطقة العربية، أن الدول الأوروبية هي إحدى الدول أو إحدى الشرائح المشاركة في تكوين هذا التنظيم، وأنها تهاجم هذا التنظيم في شكل فيما يبدو أنه ترتيب للمنطقة من قبل الدول العظمى. كيف تنظرون إلى هذا الاتهام من قبل التفاصيل التي كثير من المعلقين أو المحللين العرب يعني يمكن الغزو الأمريكي البريطاني للعراق وتفاصيله في جر عدد كبير من العسكريين العراقيين إلى ردة فعل تقلبت وتغيرت مع الوقت منذ عام 2003 حتى الآن، إلى أن تبلورت في هذا التنظيم الذي مع من تنظيم القاعدة. ثم كون تنظيما لنفسه، والآن هناك من لا يستبعد أنه في حال عدم ضرب تنظيم داعش بشكل يعني مجدي ومعالجة أيضا الجوانب الأخرى المتعلقة سواء بالعقيدة أو بالتطرف عموما، بفاق تنظيم توحش. هذه هي المسؤولية. إنما لنقل أيضا أنه على المستوى العملي أو على الأرض مباشرة لا يمكن تبرئة أحد حاليا من مسؤولية. يعني هناك من يتحدث عن أن هناك كثير من الذين انضموا إلى داعش من الأجانب أيضا كانوا من الذين أرسلوا سواء للاستخبار أو لاختراق هذا التنظيم.
ولكن هذا لا يعني أن الدول الأجنبية هي التي أسست هذا التنظيم، لأنه معروف تماما كيف تأسسه وبأي ظروف. الآن من استغله ومن سلحه ومن اعتمد عليه من راهن عليه، أعتقد بأنه يصعب تبرئة أحد الحقيقة. نعم. الجميع مدان من وجهة نظرك. السيد عبد الوهاب بدرخان المحلل السياسي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا دكتور محمد. يعني هو يقول أنه يعني لا أحد بريء من تكوين هذا التنظيم، فيما يبدو أنه يشير إلى الغرب وإلى المنطقة أيضا ساهمت في تكوين هذا التنظيم. لا أتفق مع ذلك. أنا مش أدين الكل، لأنه إلا إذا كان واحد مدان بتهمة التغافل أو بتهمة التساهل أو بتهمة الغفلة. هو لم يحدد، هو قال بطريقة ما الكل مدان. ما أقدرش أقول أن كل الأطراف الإقليمية والعالمية شاركت في تمويل هذه المنظمة وتسليحها، لا. يعني هناك من المحللين يرى هنا مقتنع بأن دولا عربية ما تمول هذا التنظيم. دول ليس كل الدول. نعم. بعض الدول رأى برؤية ذاتية أو بعمالة لطرف خارجي أن يقوم بدور في مساندة الغرض لضرب خطرا عليه أو ل استنزاف إيران التي يرى فيها خطرا عليه. أو هل مثلا نستطيع أن نعفي النظام السوري الذي في البداية قامت عليه الثورة بطريقة ما من أنه حاول حماية نفسه بالسماح لتلك التنظيمات بإطلاقها على الثورات كما فعل بعض الزعماء العرب أيضا؟ الثورة بمعناها العلمي الاصطلاحي معناها أن ينزل الشعب بغالبيته إلى الشوارع فيشل الحياة العامة في المجتمع فيسقط النظام. هذا لم يحدث في سوريا. كون أنه كانت في بعض مظاهرات التعبير عن الغضب في بعض تيارات المعارضة، هذا لا يعني أن سوريا ثورة ما استمر غضبة شعبية عامة شاملة جارفة زي ما حصل في إيران، بحيث انه ما يبقاش في مجال خالص لوجود النظام ولا الحكومة، حصل شلل. يعني ما حدث في ايران ان الجيش الايراني لم يطلق البراميل المتفجرة على المتظاهرين. لحظة معينة انحاز الى الثورة. وفي ليبيا قبل ان تنطلق الثورة الشعبية بدأ الطيران الجيش في ضرب الشعب. الدليل أن يعني حتى الشعب السوري الذي خرج وفضل اللجوء إلى الملايين التي فضلت اللجوء التي يسيطر عليها بشار الأسد لو كان هو منحاز إلى شعب. بالفعل كثير من العصابات المسلحة إلى المنطقة حدث بالفعل، وكثير من اللاجئين ليس من نيران الدولة السورية. يعني هل نستطيع الآن، يعني هل هناك معسكرات للاجئين ترعاها الحكومة السورية بقيادة بشار الأسد في المناطق؟ مش معسكرات لاجئين، أصلا هم في سوريا ما يبقوش لاجئين. إنما كثير منهم كان يهرب من المناطق التي تسيطر عليها العصابات الدولة السورية، هاربا من نيران العصابات المسلحة. فالمعادلة ليست كما تصورها وسائل الدعاية أننا إذا ثورة في سوريا الثورة لا تتضمن. إذن هو يعني بشار الأسد هو زعيم مظلوم قامت عليه عصابات مسلحة. رئيس الأسد أثبت على مدى تلك السنوات أنه الرقم الأساس في المعادلة السورية، وأنه الوحيد الذي يستطيع أن يعيد إلى الدولة السورية وحدتها وتماسكها وأن طيب يكون. كيف هو رقم الأساس وقد استدعى كل هؤلاء المحتلين؟ هو استدعى أولا روسيا لإنقاذه بعد أن انحصر جيشه وانحصر هو أصلا في 20% من الأرض. دول محتلين دلوقتي. شوف يعني المثل اللي أنا استشهدت به أنا وإنت. هل كل الذين يشاركون الآن في حرب في سوريا كما قلت أنت لهم أغراض؟ هم أسسوا تنظيم داعش الذي يحاول خلخلة المنطقة، والآن هم قادمين إلى المنطقة بمشروع ما.
ما هو؟ هل هو بابا نويل مثلا؟ لا أبدا، مش بابا نويل ولا حاجة. كانت قيصرة روسيا كاترين الثانية تقول إن مفتاح قصر دمشق، بمعنى أن منذ عهد القياصرة مرورا بالاتحاد السوفيتي وصولا إلى الرئيس بوتين يبدأ من دمشق، حيث الخاصرة الجنوبية لسوريا. ما هو شوف أصل الأمن القومي المصري. طب لماذا أصلا يرحب الكريملين بمشاركة دول هي مع السيطرة الروسية؟ لا، ترحب بمن يشترك مع حتى الأمن القومي المصري. الأمن القومي المصري تاريخيا منذ عهد الملك مينا موحد القطرين يبدأ من شمال الشام، لا يبدأ من حدود شبه جزيرة سيناء. كان ملوك مصر القديم يخرجون في رحلات عسكرية منتظمة، في حملات عسكرية منتظمة إلى الشام لتأمين مصر من الشرق. أحد عناصر الأمن القومي لمصر عدم وجود خطر على حدود مصر الشرقية. أحد المسؤولين الإيرانيين قال إن احتلال جزء من إيران أهون علينا من سقوط الدولة السورية. أصل هو يعني معادلة الخطر فيما يبدو أنها مفتاح عدة دول في المنطقة. طيب تعالى يعني نتجه إلى العملية الحربية التي تدور الآن والتي يشارك فيها يعني دول ليست بالهينة، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالاشتراك مع روسيا لضرب هذا التنظيم. أثبتت العراقية أو غزو الجوية لا تجدي نفعا مع تنظيمات هي أصلا تعتمد على الأرض وتسيطر طبعا عليها عن طريق رجالها طبعا. كيف ترى الوضع؟ والآن الدول الأجنبية مشاركة بقوات تقريبا رمزية وكل اعتمادها على ضربات جوية، كيف ترى الوضع؟ كيف يمكن حلحلة الوضع مع هذا التنظيم؟ طبعا، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتمه. هم جربوا التدخل العسكري المباشر بقوات برية وجدوا أن له تكلفة فادحة عليهم، فهم يعرفون حدود التدخل ومدى التدخل من الخبرة الواقعية في فيتنام، في أفغانستان، في العراق، في الصومال، في لبنان. جربوا أنهم يدخلوا، لأنه أسوأ ما يواجه جيش نظامي هو حرب العصابات. حرب العصابات استنزاف لأي جيش، ولا الجيش الأمريكي يقدر على حرب العصابات، لأنه ما بيبقاش شايف حاجة ولا قدام. حتى الإمبراطورية الفرعونية في عصر العصابات الليبية التي هددت يعني القوى التي كانت تعادل الآن الولايات المتحدة طبعًا الأمريكية. طبعا، مشكلة حرب العصابات بالطبع. إيه؟ إنك أنت ما بتبقاش شايف قدامك، أنت كجيش نظامي مش شايف قدامك حاجة تضربها، دي عصابات مسلحة. اضرب واجري فأنت مش شايف حاجة أشباح. تضربها أنت تحارب عمال تتلقى ضربات يعني أنت مش شايف حاجة تضربها عمال تتلقى طيب ضربات. مستقبل هذا يعني الدول المشاركة الآن تعتمد بشكل رئيسي على مساندة جوية البعيدة مساندة جوية بس. طيب وإحنا علينا إحنا كأطراف إقليمية معنية بالأساس، يعني أنت صاحب البيت. أين هنا يعني أين هنا الأطراف الإقليمية؟ لا يوجد هيكل جيش عربي مستعد فيما يبدو لخوض. لا، الأطراف الإقليمية هي سوريا، هي حزب الله، هي إيران، دي الأطراف الإقليمية، العراق، الأطراف الإقليمية المعنية مباشرة اللي إيدها في النار. أصل يعني أنت عارف زي إيه؟ يعني أنا وإنت جيران، بيتك جنب بيتي، فبيتك اعتدوا عليه اللصوص والمجرمين، فأنا من مصلحتي إن بيتك ما يبقاش مرتع على اللصوص والمجرمين، فأنا ببعت لك ولادي يشاركوا في الدفاع عن بيتك، او ببعت لك مساندة. اذا قلنا ان ايران غير مسموح لها يعني على الاقل حسب الاتفاق الذي تم يعني الاتفاق معها فيه، فيما يبدو ان هناك خطوط حمراء مع الغرب يجب الا تشارك فيها تحديدا في سوريا، هي تقريبا حيدت بعد الاتفاق النووي في سوريا على الاقل ظاهريا، هي غير مسموح لها بالمشاركة مع قوات غربية في الحرب السورية. لا بس بتقدم المساندة، بتقدم المساندة بالتسليح، قد يكون لوجستيا طبعا. طيب الدول العربية هل من وجهة نظرك كيف يمكن التصرف في هذا الإطار؟ هل يمكن أن تقدم قوات برية تشارك في حلحلة هذه الأمور، خاصة أننا سبق أن قلنا أن الغطاء الجوي والضرب البعيد لن يفقد هذه الجماعات الأرض التي سيطرت عليها؟ المشكلة أن البلاد العربية في حالة شتات ومواقفها متناقضة. والمشكلة أن اليهودي مصطفى كمال ما زال يسيطر على تركيا من قبره، ما زالت تركيا ضالعة في التحالف مع الدولة العبرية، ما زالت تركيا من خلال
انتمائها إلى حلف شمال الأطلنطي. بالتالي تركيا، أنا لما إسرائيل ضربت سفينة الإغاثة الإنسانية التركية المتجهة إلى غزة استرجعت موقف تشرشل لما الطيران الياباني ضرب الأسطول الأمريكي في بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية، وتشرشل سهر يشرب ويرقص للصبح وقال ستدخل أمريكا الحرب بعد أن كانت تقف على الحياد. وبالفعل دخلت أمريكا الحرب وقلبت الموازين وقلبت التوازن لصالح الحلفاء، وانتصر الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ودكت كانت مأساة كبيرة للولايات المتحدة، محت مدينتين يابانيتين من الوجود هيروشيما وناجازاكي، وركعت ودخلت بثقلها وانتصر الحلفاء نتيجة ضرب اليابان، تورط اليابان في خطأ ضرب الأسطول الأمريكي، أسطول دولة كانت تقف على الحياد وهي دولة عظمى جرتها اليابان إلى دخول الحرب بتلك الضربة. أنا تصورت لما ضربت سفينة الإغاثة الإنسانية التركية أن تركيا هتفض تحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل، هتقف موقف نقيض من الإمبريالية، لكن يبدو أنه الأغلال المكبلة بها السياسة الخارجية التركية، ويبدو أن اليهودي مصطفى كمال سيظل يسيطر من قبره على تركيا إلى أجل يعني غير قبل مسمى. اليهودي هي العالم الآن يتحدث بلغة المصالح فيما يبدو، يعني لا يمكن أن نعيب على دولة مثل تركيا أو غيرها أنها تتصرف أو تنطلق من منطلق مصالحها مع العالم، من منطلق رؤيتها لمصالحها ورأت أن من مصلحتها أن تضرب الدولة السورية عن طريق المساندة اللوجستية للعصابات المسلحة وتمويلها وتسلحها. طيب وتدريبها. سقوط الدولة السورية أو انهيارها هو أيضا مضر، خطر على الجميع، يعني خطر على الجميع. كيف لا تعي تركيا هذا الأمر؟ تركيا تتصور أنها تستطيع أن تقيم نظاما عميلا في سوريا بدل النظام القائم المنتمي إلى معسكر المقاومة، وبالتالي يكون هذا النظام امتدادا لسياستها الخارجية، وأنها تستطيع أن تستعمل العصابات المسلحة التي تساندها وتسلحها وتمولها لتحقيق. طيب وقد تداركنا الوقت، وصلنا إلى نهاية البرنامج. من وجهة نظرك هل ستنجح هذه الدول الكبرى التي تشارك الآن في الحرب على تنظيم داعش في سوريا والعراق أيضا، هل ستنجح في القضاء على هذا التنظيم أم لا؟ نعم يقينا ستنجح، ولكن ستكون لذلك تكلفة فادحة، لأن منظمات الجريمة السياسية عندما تصل إلى مرحلة النهاية أو ما قبل النهاية، لأنه يشعر أن نهايته اقتربت، وبالتالي لا يتورع عن ارتكاب أي في أي مكان ارتكاب جريمة سياسية نتقاعس أو لابد أن نواجه. بعد القضاء على هذا التنظيم هل ستساهم اللحمة للشكل السوري الذي اعتدنا عليه سيكون على طبعا لابد من المحافظة على الدولة السورية، وكل من يتصور أنه يمكن أن يفتت سوريا إلى دويلات طائفية أو إلى مناطق إقطاعات خاضعة لسيطرة أمراء إقطاع كما كان في أوروبا العصور الوسطى، وهو يراهن على ضرر. يعني أنت ترى أن الدول الأوروبية مقتنعة بسوريا، أن سوريا الموحدة هي صمام الأمان للجميع. نعم، في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا غير شكر الدكتور محمد ماهر قابيل عضو الجمعية العلمية لتحليل السياسات، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد، غدا مشهد جديد، موضوعات جديدة، ضيوف جدد، كونوا دائما مع قناة الأخبار. إلى اللقاء.